السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أني أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أكرمكم الله. بالنسبة لصلاة الفجر يا شيخنا. أيوه. التوقيت يعني يكون زي ربع ساعة في الجنات قريب من ربع ساعة ثلث ساعة معقول إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يكرمك.